احنا النهارده ضمن بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لاعاده تاهيل 126 قريه على مستوى الجمهوريه. النهارده بنفتتح المرحله الثالثه لعدد 21 قريه، منهم اربع قرى النهارده في بني سويف، العدد 160 منزل تم اعاده تاهيلهم بالكامل. ان شاء الله في ثلاث مراحل تانيين هننتهي منهم خلال شهر 3/2017 ان شاء الله. بيتعمل دلوقتي دي تجربه احنا مؤمنين بيها جدا، ان تظافر كل الجهود للرقي ولتقديم خدمه افضل للمواطن في المحافظه، كهي منظمه وهي اللي بتراقب موضوع التنفيذ، بتجيب تعمل التصاريح وتسهل الامور، في جهات تمويل المجتمع المدني هنا الاورمان، في عندنا مشاريع اخرى، مؤسسات اخرى وهنتكلم عنها، في تحيا مصر داعم في التمويل، وفي الاهالي هنا كمان نفسهم بيبقوا مشاركين. ده هو دي المنظومه اللي هي مفروض نسعى عليها في كل مجالات الحياه. الدوله مفيش اي دوله في العالم هتقدر تقوم وتنهض لوحدها بجهودها لوحدها، مستحيل، انما التظافر الجهود ده والعمل المشترك هو ده اللي بيؤدي للتقدم بسرعه وتحقيق معدلات اكتر. رصدين 100 مليون في اتفاقيه التعاون مع الاورمان، المرحله النهارده احنا بنسلم 750 منزل لتمثل المرحله الثانيه، اجمالي المراحل هيكون 126 قريه على مستوى الجمهوريه، ان شاء الله هتنتهي شهر 12/2016 السنه دي. المشروعات الاخرى اللي هي زي مشروعات التمكين، كان دايما بيسال انت هتعملوا البيت وتلمعوه وتسيبوه تمشوا، ولا هتهتموا ان ساكن البيت كمان يبقى عنده مصدر دخل وتطور له مصدر دخل وتخلق له وسيله لان هو يبقى بيضيف للمجتمع، ده اللي هو بتمثله المشروعات الاخرى زي القروض الصغيره ومتناهي الصغر وزي المشروعات التمكين بالنسبه للراس الماشيه. مقدمين كارد من تبع الجمعيه بتاع الفش وقالوا نستلمها من هنا بس. سلموك القرض على طول ولا كان في اجراءات تعبتك؟ مفيش، عملنا الورق في البلد وجينا هنا استلمنا القرض بس. سهل. انا شغال شغلانه بسيطه فقدمت على قرض عشان خاطر اكمل عليه واعمل مشروع يساعدني في دخل المعيشه بتاع الحياه وكده. انا حوالي 8 سنين بتعالج من فيروس سي، والحمد لله السنه دي بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحمد الله نشكر فضله. اولا اتهلكت من فيروس سي، وبعد علاج طبعا اهلكت ماديا ومعنويا بالفتره اللي فاتت، وكان بيتي مش مظبوط، ظبط لي البيت وعمل لي بيتي والحمد لله. ربنا يرزقنا من وراها ويرزق الجميع يا رب، ويرزقكم ويحافظ عليكم ويستركم زي ما سترتونا، زي ما سترتونا يستركم ربنا ويصلح حالكم.